شغلة الرموز اليوم حتى صيادلة تحدثونا أنه لا تزال موجودة شغلة الرموز، أنه هنالك كشفية تصرف ولكن بها رموز، مو كل صيدلاني يعرف هذه الشفرة. تمام. أول شغلة إذا احكي عليها مسألة الرموز هاي يعني بتاتا ما مقبولة، لأنه الشخص اللي يسوي رمز لا تثق به لسبب يعني أما هو دا يستفاد منه شيء مادي، وأما هو بالمقابل مو ضابط المعلومة مضبوط تماما أو ما عنده ثقة بده يكتبه. هاي وحدة. لكن ما نجي نحن نظلم اليوم أخواني، تيجي تقول هذا مسوي رمز الدواء، ماكو شيء حكي موجود، أنا ما شفت لحد الآن الموضوع هذا ما شفته، قبل كان موجود بس هسه ما دا أشوفه. بعض الأحيان أكو مو صيدلي ولا معاون صيدلي قاعد بالصيدلية فيقول لك والله ما دا أعرف أقرأ زين، فهذا الخلل مو بالرمز، مو اختصاصات اللي بالصيدلية بالضبط. بس انت اليوم بالاضافه الى هذا كل شيء مهم ايضا، اليوم انا طبيب جلديه يا اخي، انا ما دا اقول لك روح خذ من صيدليه يمي ولا اللي بصفي، روح خذ من اي مكان، بس لا تروح ليم صيدليه يمها طبيب مال نسائيه او مال عيون، انت ما راح تلقاه حتى لو كان الصيدلي قريبك، راح يظل يبع على الوصفه هذا يشبه هذا مشابه لهذا، هاي مو صحيحه. يعني احنا بدقه اذا نعطي التركيز الفلاني النوعية الفلانية للدواء حتى نوصل إلى أفضل نتيجة، وإذا ما يستجيب المريض نشوف ليش ما يستجيب الطرق الثانية من العلاج اللي عندنا. وهذا الموضوع هذا يعني تصور إن شاء الله يكون واضح يعني. طيب.